ضمن الحملة التي أطلقتها مديرية مجاري محافظة نينوى للقضاء على التجمعات المائية بمختلف مناطق المدينة، تم اليوم وعلى بركة الله استئناف العمل في منطقة حي القاهرة دورة العلماء، حيث أن هذه المنطقة تشهد تجمعات للمياه وخاصة في موسم الأمطار. إن شاء الله بعد مد هذا المجرى سيتم القضاء على هذه التجمعات المائية، حيث أن المنطقة عانت من سنوات طويلة من فيضانات داخل هذه الأفرع. إن شاء الله مدة العمل سيتم إنجاز المشروع خلال شهرين من الآن، ومن ثم ستقوم المديرية بأعمال ربوطات على هذا الخط الذي ستقوم المديرية بمده، وخدمة لأهالي منطقة حي القاهرة.